تعتقد حضرتك ان في علاقه ما بين الاخوان وتنظيم انصار بيت المقدس تاريخيا؟ اه طبعا، هي العلاقه الاول بدات علاقه عداء بين الاخوان المتمثلين في تنظيم حماس وبين انصار بيت المقدس، وحصل اقتتال بينهم، وقتل على اثر هذا الاقتتال 36 واحد في مسجد ابن تيميه، وقتل مسؤول جماعه انصار بيت المقدس اللي هو الدكتور عبد اللطيف موسى، وعدد منهم هرب بعد كده عبر الأنفاق في سيناء، والتقوا بجماعة التوحيد والجهاد وهي جماعة تكفيرية قريبة من فكرهم، وعاشوا مع بعض حتى جاءت ثورة 25 يناير، وطلب خيرة الشاطر توحيد من محمد الظواهري توحيد كل الجماعات المتواجدة في سيناء تحت قيادة أيمن الظواهري، واعترف محمد الظواهري بأنه حصل على 25,000 دولار من 25 مليون دولار من خيرة الشاطر على أساس يقوم بتوحيد هذه الجماعات، وبالفعل قام بتوحيد 8 جماعات منها أنصار بيت المقدس وجلجلة والتوحيد والجهاد والسلفية الجهادية. المهم هو جمع الـ8 بناء على تعليمات من خيرة الشاطر، ودول أصبحوا الجناح العسكري للإخوان اللي هو اللي بيلتجي يهدد من على منصة رابعة، وقال في حالة عودة مرسي سوف يتوقف العنف في سيناء. هو ده التحالف اللي حصل بين أنصار بيت المقدس والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان، وإحنا عارفين إن القضية اللي المتهم فيها مرسي هي قضية اتصال بأيمن الظاهري من تليفون رفاعي الطهطاوي ابن خالته رئيس ديوان الرئاسة، وقال له ابعت الناس بتاعتك في سيناء وأنا أضمن لهم عيشة رغدة واضمن لهم عدم ملاحقات امنيه، وان انا اضمن ان محدش يتابعهم، وده كان اكبر تهمه متسجل الكلام ده، ومحمد مرسي معروض في المحكمه بهذه التهمه التي تثبت علاقته الوثيقه بالقاعده بانصار بيت المقدس. وعدد كبير من انصار بيت المقدس اللي اتمسكوا اعترفوا ان هم راحوا الى غزه واتدربوا على ايد ايمن طه وعلى ايد ايمن نوفل وعلى ايد مروان عيسى، وكل دي معسكرات موجوده في غزه، وزارهم محمود عزت واداهم فلوس لقيام بالعمليات التفجيريه، ومنهم مجموعه الدقهليه اللي فجرت مديريه امن المنصوره، اعترفوا انهم حصلوا على 10 مليون دولار تمويل. وطبعا بالاضافه الى فهمي عبد الرؤوف الذي قتل في عرب شركس، أخوه قتل في فض رابعة، لأن محمد عبد الرؤوف وفهمي عبد الرؤوف كانوا الاثنين في مجموعة حراسة المنصة في رابعة، وعند الاقتحام أخوه قتل، وبعد كده هو قتل في عرب شركس في مجموعة اسمها أنصار بيت المقدس مشهورة، وده أكبر دليل على أنهم من على علاقة وثيقة بالإخوان.